موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج الطريق للقمه او الصعود للقمه. الحلقه هذه بدايتها راح تكون مختلفه لان في شيء في الايتم شوب لازم تلحقون عليه وقت نزول هذا المقطع. اتوقع انه راح يكون في الايتم شوب اقل من يوم، بعدين بتروح شيء رهيب اللي هو تدخل الايتم شوب قبل ما تشتري اي شيء تحط هنا كود في اس ال، ينحط 14 يوم، تحط في اس ال سواء كابيتال سمول اي شيء، تضغط اوكي، يقول لك ترى حط كود في اس ال مده 14 يوم بعدين ينشال، يقول لك كذا انت دعمته، فهذا الدعم جدا معنوي لي. ثاني شيء، اي احد يبغى كريدت عندك موقع روكت ليج اكستشينج، ترى الكريدت عندهم ارخص من اللعبه، تروح تشتري كريدت منهم يعني بتوفر توفر توفر سعر مره خرافي اذا بتشتري كريدت. اشتر من موقع روكت ليج اكستشينج، واذا عطوك الكريدت اشتر فيها الزومبا الابيض. راح نلعب اليوم بالزومبا الابيض، شوف كيف الزومبا الابيض كان من اغلى الاشياء في اللعبه من ناحيه الكفرات تتكلم، كان مره غالي مره غالي، لكن كنت اسمع الزومبا ابيض، زومبا ابيض كان غالي ويمكن يكون حوالي 50 دولار، لكن الحين 1000 كريدت. 1000 كريدت ايش معناها؟ تدخل موقع روكت ليج اكستشينج راح يطلع لك مره رخيص. 1000 كريدت فرق عن 50 دولار اللي هو حوالي 200 ريال، ربع السعر تقريبا. كود فيسل واشتروه. خلينا نلعب اليوم بالزومبا الابيض. بسم الله، خش على الجيم متحمس مره. طبعا انا الحين شامبيون 2 ديفيجن 3 وهذا كان جراند شامبيون. اوكي خوينا وين وراي؟ بسم الله. لا الشوت الخايسة. تكفي خوي تكفي خوي، وينك؟ يقطع ام القهر. الله قهر اقسم بالله. ديك لا يا خوي، لا تكفى لا. اوه ماي جاد، جريت باس نايس والله نايس. يمديك يا خوي تكفى. يوه يقطع ام القلب يا عيال. لا 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 مستحيل مستحيل قاعد تصير مستحيل. لا تكفى لا تجيب عيد، تكفى تكفى. ايوه 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 ايوه. اوه ماي جاد، والله حسافة التعادل، حسافة كل شيء اقسم بالله. اغرب سيناريو والله، اغرب سيناريو. اخوينا بنكبنا شوي. انا راجع صدمته. حلو تكفى خوي، سوي شيء تكفى. والله العظيم تعبت حرفيا، تعبت. سكور 20 يعني مو على شيء، بس انا اقصد انه دافع معي يا اخي. تكفى خوي. اوه اوه ناشوت اي شيخ، وش اللعبة اخيرا طلع لي كذا فجأة. والله صملة سلايتك شتها على طول يا خوي. لا يا النط الخايسه، لا 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 يا الله يا القهر. يلحقه يلحقه يلحقه. شو لك تكفى نايشوت. والله لاحق باصدمه زي ما صدم خويي قبل شوي، مو هو اللي صدمه ثاني، لكن يعني ثبت لف شيء تكفى. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. نو شوت ناوي يصدمني، شوفوا كيف تارك الكوره تارك كل شيء يصدمني. اخدافع يا اخي. والله العظيم صدمت يا اخي، حرام. تكفى نقش تك تك. يا الجلطه يا الجلطه. لا 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 نزلنا للتو، نزلنا للتو. اخر شيء وقفنا عنده نزلنا على. يا الله اللعبة نتحسن وكل شيء، بس اغلاط غبيه قاعدين نسويها، اغلاط مره غبيه. هذا ما ادري ايش قاعد تسوي صراحه، بس اوكي. يو حلوه حلوه. يو لو جت، يو لو جت. تيك ذا شوت. هو بينشب هذا ويجيب هدف عادي، نقدر اسوي شيء. جي جي هوينا، مشكلته بطيء. نمشي سالفه نو بروبلم عشان نفوز، نبي نرفزنا كذا. هذا جول يس نايس. اوف الحمد لله اني طقيتها كذا والخمسه، ما اتوقعها ابدا اني بطقها ورا بعض، يعني ما لمست حتى في الارض. ما له داعي ثلاث خسائر ورا بعض اقسم بالله. امشي جول ان شاء الله. والله خوينا قاعد يهوش لي قسم بالله، حرام.
شوت هذا. ليتني ما طرت، اقسم بالله العظيم حرام زي كذا. ها 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 والله العظيم الاكس خربان عندي، قسم بالله صدق يا عيال. لازم اسوي كذا يعني، اخليك تهجم يعني. اخوينا الحين طق الكره ورجع، فلازم نبترهم شوي. يو لو تجي يو يو يا ساتر يا لدن. والله دف جامد، شو كيف يو 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 المزعة. تكفى اللخام. ايوه والله خوينا الخمني وقف، ما ادري ايش سوى. يا ساتر لا 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 والله خوينا ناكبنا، بس اعطيته ماي فولت يعني من البدايه. هو ناكبنا، طحت على الارض هي السبب كله. والله خوينا ناكبنا. تكفى خوي نايس شوت. انا احس اني بضيعها، والله اني قايل لكم احس اني بضيعها. يقطع ام القهر. والمشكله كلهم داخل المرمى، فلازم اشوت في اللحظه. انا نفس الوقت خوينا داخل معهم المرمى، ما ادري ايش يبغى في مرمى يعني. تكفى يعني قد صارت معي اني اوكي اخسر والغي التصوير اليوم بزياده زياده، قسم بالله بزياده. شو تكفى لا ليش تسوي كذا. تكفى يا خوي تكفى. نمشي نمشي نقول ماي فولت. مركز خوينا والله سيء جدا يعني، انا اسف انا اعتذر اني جبت العيد يعني، بس عاد شو نسوي يعني. هذه اللعبه لازم تدافع، لازم تسوي اشياء كذا. يا ساتر ما ادري شلون صده. شفت مركزه عكس خوينا، هذا تمركز ورا المدافع على طول. هذا هذا يلعب، هذا يلعب. اوكي نايس شوت نايس شوت والله نايس شوت. اوكي شفت كيف ناوي يصدمني، ناوي يصدمني بس جاب الهدف. يا ساتر تكفى. اي مستحيل. جي جي وصلنا 1، وصلنا 4 ايام وصلنا 1. واذا جينا نروح لل 2 كم سنه؟ 3 سنين ونص 4 سنين ضوئيه. انا اسف يعني، لازم هو لازم انه يحاول يصدها، فعشان كذا سويت فيك. تكفى اسيست ثانيه. قريت بس والله، الله ودي اقول لك كان يو ليف بليز خوي، انا ابغى يزرفها هنا بس. اوكي يعني ما قصرت، سجلت 3 اهداف مخليك تسجل اهداف زي كذا، بس تكفى. جي جي اخيرا تكفون، رجعوا لي تشامبيون 2 تكفون او ديفجن 2 معليش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني يبغى لنا 3 ايام عشان نوصل للي وصلنا. نايس شوت. قول لي ديسكورد ناوي سوالف. نايس شوت. خشوا كلهم حلو الحمد لله. نايس شوت بس. ايش كيف؟ قاعد اقول لك قاعد اهجم يعني، بكب الخوي على طول. ما همني سكور، والله ما همني سكور حرفيا. نايس نايس شوت. كان فيك في نفس الوقت، فيك ترى ما ادري شلون جت زي كذا. الله ابغى تزرفها صراحه، لاني انا اللي سويت الاسيست. انقهرت ما سجلت ولا هدف يا اخي. هذا خوينا ما يتقدم ابد، كيف نقنعه انه سجل هدف؟ ما يقدر، لازم تهجم لحالك بعدين تقول له تك تشوت، بعدين يتقدم بعدين ينكب. اوكي انا تشيس وكل شيء، ولا قاعد يسوي شيء هو. نايس شوت.
والله ما ادري شلون جاء الهدف، اقسم بالله العظيم تعبت. شوف سكوري 300، يرحم اهلك تكفى طقها. يوه ما وصلنا لدايموند 1. اذا وصلنا دايموند 1 هنا حلقه، حلقه سوداء في التاريخ. في حلقه خسرت كثير بس مو بزي كذا، والله العظيم هذا اللي قاعد يصير تو ماتش. نايس شوت، نايس شوت، الحمد لله اني سويت كذا، الحمد لله. نايس شوت. اوكي او ماي جاد، يا الله ما تبغى تدخل اقطام القهر. والله جرت بالاول بس ما جرت بالثاني، قهر. اوكي وطقها شو. اها نايس شوت يا شيخ، اخيرا 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 احد سوى شيء. اخيرا تيزي والبلاي، راح نلعب زياده، راح نصور زياده لين ما يطلع معنا جيم كويسه ونطلع محتوى كويس، ولا ما راح ينزل مقطع كذا. الله انت شايت. نايس، هذا ما يشوت الا تمزيع. شوت تكفى. خوينا قريت باس وحلو. خوينا موجود. حلو. الحمد لله اني فكيت الكام، شفت يسار، الحمد لله. توقعت اني بشوت افضل، ما توقعت بيناول، بس ناولته حلو والله. اسستي. الله الحمد لله اسستي، تعبت فيه يا شباب. ريس بس، بس كذا بساطة، روقت فيه عشان ما عندي احد ترى، ولا خايفني اضيعه والله. اخيرا قريت باس يا شيخ، الحمد لله اني لعبتها بذكاء، ما راح تصدم لان كنت مفكر في الصدم. تكفى حلوة. جريت بوس يا شيخ من اول، الحمد لله اني رحت اخذ البوست، الحمد لله. ولا كان معي بوست ابد. تكفى يا خوي. كلوز وان. لا 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 لا. هذا خوينا البولتشيس، حلو. يقلع ام القوة يا شيخ من اول. الله يا الله، الكنترول اللي جاء اقسم بالله اسطوري. صح انا استفدت شوي. لمسة ثانية. جريت باس. حلوة. جريت باس. نقش تكفى. نايس شوت. والله قلت ما يبخاش لأنه هو قدام وأنا قدام. ما في حد وراء، شاته خلاص جي جي. انك بخوينا بس ان شاء الله انه يقدر. كريت باس. تكفى. لا تكفى، لا لا لا. نايس شات. والله لعيب. والله مسكين والله. طفت 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 طفت. سلك ينفصل ولا ايش؟ نايس شوت. اي يا شيخ، الى هنا تنتهي سهرتنا في هذا اليوم او في هذه الليله، ونراكم بعد ما نشتري سلك شاحن زي الناس. نرجع لكم ان شاء الله، وانا في الحين كم لنا في الشامبيون 2 ديفجن 1، ان شاء الله نرجع لكم في الشامبيون 2 ديفجن 2 او
نرجع زي ما كنا قبل. بس لازم اول شيء نبدل سلك الشاحن هذا ونشتري شاحن اصلي 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 مره، لان هذا كان اصلي لكن اكمل معي شهرين ثلاث شهور، لكن الحمد لله في ضمان يعني سنتين، فارجع واخذ جديد على طول. العافيه، اشوفكم على خير. طولت عليكم مره، ما ادري كم مده هذا المقطع، ما ادري كيف ما انتجه، لكن بس اشوفكم على خير. سلام.